حضرات السيدات والسادة، سيد وزير الدولة، قبل أن نواصل النقاش أريد فقط أن أخبر المجلس المقر على أنه يحضر بين ظهرانينا رئيس البرلمان السويدي سيد بير ويسترباغ الذي يترأس وفد هام من نواب ونائبات من البرلمان السويدي يمثلون فرق الأغلبية والمعارضة، والسيدة السفيرات مملكة السويد نرحب بهم ونتمنى لهم زيارة عمل مثمرة ومقاما طيبا في المملكة المغربية.